طبعا يشهد سوق المشروبات نموا عالميا في السنوات الأخيرة، ولكن موضة القهوة المختصة هي أحدث ثوراتها في ظل انتشار المقاهي المختصة وتزايد عشاقها وروادها. طبعا معنا اليوم في الاستديو صاحب مشروع شبابي جديد مختص في صناعة القهوة المختصة ليحدثنا أكثر عن سر انتشار موضة القهوة المختصة. وليه اسمها قهوة مختصة؟ أنا ما أعرف ليش أنا أصلاً. أنا من جد ما أعرف. طبعاً يعني انتشرت المقاهي هذه بشكل يعني كبير في الآونة الأخيرة، صحيح. وصاروا روادها وعاشقينها مرة كثير، وأنا واحدة منهم. طبعاً نرحب في ضيفنا في الاستديو الأستاذ عبد العزيز السيف، صاحب مقهى 7 جرام للقهوة. حياك الله أستاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا، والله يعطيكم العافيه على الاستضافه، تشرف جدا صراحه. يا هلا وسهلا فيك. طبعا عبد العزيز، اول شيء خلينا نتكلم عن مشروعك. ممتاز. نبغى نعرف انت كيف بديت، وهل انت من عشاق القهوه ولا بس عشانها يعني صارت مطلوبه في السوق؟ نبي نعرف ايش الاشياء اللي خلتك يعني كذا حددت انه انا ابغى اسوي محل قهوه. والله الصراحه انا من البدايه جميل. من يعني لما كنت صغير كان عندي فكره البزنس، مره كنت احب العمل التجاري والبزنس. حلو. ف يعني كان لي محاولات كثيره في مجال البزنس، و بعد الجامعه بعد ما تخرجت من الجامعه توظفت خلاص يعني حبيت ابدا شيء جديد. مشروعك الخاص. مشروع خاص فيني. جميل. فكان عبد الرحمن اللي طلع على التقرير كان عنده يعني نفس الفكره بلس ان عنده شغف في القهوه. تمام. حلو. فقررنا ان ناخذ الموضوع بشكل يعني اكثر يعني خطوة أكبر، ورحنا برا أخذنا كورسات في القهوة، كيف طريقة تصنيعها، تحضيرها، تحميصها، لدرجة أن الدول هذه اشتغلنا في كوفي شوبس فيها فترة من الوقت. رسمي اشتغلتوا موظفين؟ يعني موظفين لمدة تقدرين تقولين يومين تعلم. ثلاثة بس عشان نعرف الزباين إيش يحبون، كيف طريقة مواجهة الجمهور والتقديم. طب لما رجعنا الحمد لله صار عندنا كمية كبيرة من المعلومات، وبنفس الوقت علاقات من السفر. فبدينا مشروعنا الخاص، بدينا عام 2017 تقريبا. حلو. والفرع الاول، بعدين اللهم لك الحمد بدينا الفرع الثاني قبل 6 شهور. جميل. والان شغالين على الفرع الثالث. جميل. ما شاء الله موفقين ان شاء الله عبد العزيز، هذا شيء حلو يعني اكيد. نفخر بشباب البلد اللي بيفكروا بيحاولوا ان هم يستثمروا، هذا يعتبر استثمار داخلي، وهذا الشيء مره جميل منك. اكيد. لكن الكافيه اسمه 7 جرام. ليه اسمه 7 جرام؟ اسمه مرة غريب يعني، 7 جرام قهوة مثلا، 7 جرام ايش بالضبط؟ كلمني أكثر عن المقهى حقتك، فكرته. طبعا 7 جرام له معنى، الاسم له معنى ودلالة، أن احنا كيف يعني كيف نستوحي الاسم نفسه في طريقة عملنا في المشروع. كيف؟ 7 جرام كاسم معناه هو وزن القهوة، 7 جرام وزن القهوة حسب ستاندرد الإيطالي للسنجل شوت. في التقرير لو تشوفين هذه الأداة اللي هي البورت فلتر اسمها، السنجل شت فيها 7 جرام وزنه. إيش دلالة الاسم هذا على البزنس؟ ليش اخترنا الاسم هذا اللي يتعلق بالوزن وبالستاندرد؟ أن طريقة تحضيرنا للقهوة، طريقة شغلنا في البزنس نفسه يعتمد على ستاندرد بشكل كبير. حلو. والله شوف، خليني أقول لك يا عبد العزيز، يعني حنا متعودين على القهوة الشمالية اللي تسك بالراسك، القهوة السوداء، ولا تجي قهوة القهوة حقتنا كمان، القهوة الشقرة زي ما العربية نقول. العربية العربية طبعا قهوة أهل الشمال سوداء، والعربية هنا كمان قهوتنا شقرة، وريحة الهيل والزعفران اللي تسك بالراسك. دايما يقولون لك الناس العشاق القهوة يعرفون القهوة الزينة ويعرفون يميزون فيها. صحيح. كيف أنا يعني أنا الآن أحب القهوة كثير، أحبها خاصة القهوة السوداء إيش ما كانت. أجل لازم تزورينها. أي إيش ما كانت، لكن أحس الآن صارت زي موضة عبد العزيز. يعني أنا وين رايحة؟ والله للكافي الفلاني، إنه لازم أصور. واو. أيوه. وإثبات وجود، حركات أنا القهوة في يدك وكذا. أي والقهوة بيدي ومع ساعتك ومع أشون هم ما يمسكون السيارة كمان عشان تصير. طيب أبغى أعرف ليش انتشر هالشيء هذا، وهل فعلا إنه يعني صار إنه بس شو، ولا انه القهوه انتم تعتمدون على جوده القهوه، وان القهوه فعليا قهوه تستحق انه هي تنزار، ولها انواع ولها اصول؟ احنا نعرف انه لها انواع مره كثير. صحيح. فابغى اعرف كيف على ايش انتم معتمدين. لا احنا طبعا لما نتكلم عن القهوه بشكل عام، انها هي مو موضه بقد ما هي كان شيء جديد
على المجتمع عندنا. نعم. اللي هو تحضير القهوة بالطريقة الجديدة هذه. حلو. طبعا نتكلم عن الطريقة نفسها، الطريقة مختلفة، نفس البن مختلف عن اللي كنا متعودين عليه، جدا جدا مختلف يعني. نعم. القهوة المختصة مثلا، قهوة مختصة يعني إنتاج العالم من القهوة كامل، فيه 5% من إنتاج القهوة العالمي يسمى قهوة مختصة. 5% من إنتاج العالم ككل؟ إيه. واو. طيب. هذه 5%. 5% كلها عندنا في السعودية. صح. لا لا طبعا. كل الناس مختصين. إحنا بدينا في المجال هذا والحمد لله في السعودية تفوقنا فيه بشكل كبير. يعني لما زرت، طبعا لازلنا بعد ما فتحنا نزور دول كثيرة في هذا المجال، سواء معارض، سواء اجتماعات كبيرة، سواء مسابقات أو كومبيتيشنز، في لها كومبيتيشن. اكتشفنا أن السعودية الحمد لله يعني حنا تفوقنا بشكل كبير في هذا المجال. نعم. جدا جدا. فلما تقولين على 5% من إنتاج القهوة مختص، لها طريقة زراعة مختلفة، لها طريقة حصاد مختلف، جودتها عالية جدا، الطحن مختلف، التحميص مختلف، كل شيء. نعم. لها عشان جودة. اسمها مختصة بالضبط. يعني هو مو شيء جديد، مو هو ان اسم البزنس قهوة مختصة، لا، نفس القهوة اسمها مختصة. فلما الناس جربوها كانت شيء جديد علينا، لما جربوها وتذوقوا الطعم المختلف عن الشيء اللي كنا متعودين عليه، كانت في البداية صح تصوير وكذا، بس الآن صارت أنا أشوفها حاجة صراحة. لا، هي تفرق مرة عن القهوة العادية، بس أبغى أعرف. هي تفرق مرة عن القهوة العادية؟ خلاص، بلاك كوفي مثلا، إيش من كانت، في أحد يقول لك المهم إني أصحصح، أي صح، المهم إني كافيين. إيش الفرق بين القهوة العادية اللي إحنا نأخذها في كل مكان والقهوة المختصة اللي هي 5% بس من إنتاج العالم كله من البن؟ طبعا إذا جينا بنتكلم عن القهوة المختصة نوعها أو إيش الفرق بينها وبين القهوة العادية، شوفي أنا بكون حيادي جدا. طيب. بالعامي القهوة مزاج، وكيف يعني إيش القهوة اللي تجيب الرأس، خلاص أنا متعود عليها زي رندا. فالفرق الجوهري صراحة بين القهوة العادية أو يعني القهوة التجارية والقهوة المختصة اللي هي 95% و5%، يعني الفرق مثلا عندك زراعة شجرة البن نفسها، تمام، تزرع في أماكن مخصصة، تزرع في جو ارتفاعات معين، إيه ارتفاعات، مناطق استوائية، إيه ما تزرع في حتى محميات، لا، تكون لها زراعة طبيعية. نعم. من مميزاتها مثلا، هذه أحد المميزات، أنها لما تزرع في مكان وجنبها أشجار من أنواع مختلفة، سواء برتقال، توت، هي تكتسب بعض النكهات نفسها من الشجرات اللي أو من الأشجار اللي جنبها. فلما تتحمص، لما تتقدم، يعني حرفيا لما تشربين القهوة أحيانا بعد التعود طبعا تحسين بطعم نكهات غير شوكلت، اللي أفتر تيست تسمى. أيوة بالضبط، تحسين بطعم شوكلت، فواكه استوائية، يعني فواكه حمضية. فهذه لها يعني على قولتهم لها يعني اختلافات كثيرة من ضمنها هذا. حلو. جميل. عبد العزيز، طيب الحين احنا تكلمنا في انواع القهوة وتكلمنا انه احنا دائما نقول الكواليتي اوفر كوانتيتي، يعني انا ابغى اشرب شيء الجودة حقته مرة عالية، لكن ما تهمني الكمية، هذا يعني رول. فالقهوة مزاج طبعا، انا شايفة ان انت جايب معك. انا الحين بس بتكلم عن الشركات العالمية اللي احنا نعرفها بدون ذكر اسماء. انا بالنسبه لي ما تستهويني، بما اني اشرب القهوه قهوه سوداء امريكيه ما فيها لا اضافات ولا حليب ولا حتى سكر فعليا. يعني شبابنا، يعني اتوقع، انا ما قد جربت صراحه محلكم، لكن محلات كثير من الشباب اللي بداوا مشاريع يجيبون كواليتي، يجيبون جوده. صح. فاحنا نبغى تكلمنا عن هذه الجوده وكيف ابدا فعليا انا استمتع بكوب القهوه دورات في اي محل من محلات الشباب ومشاريعنا المحليه، ولا استمتع فيها في اي محل عالمي هنا موجود عندنا. عرفت ترى. اي، ففعليا ابغاك تكلمني عن الانواع اللي انت جايبها المختلفه، وبيك بعد تعلمنا نقطه احنا والمشاهدين كيف احنا نختار القهوه وكيف نعرف ان هذه جودتها ممتازه وانا اشتريها بناء على الجوده. انا في معلومه، صحح لي اذا انا غلطانه، البن نفسه يقول لك اذا الخط حق البن اللي قاسم يكون البن يكون ستريت او يكون حاد، هذه مشكوك في أمرها، لكن إذا كان متعرج هذه تكون طبيعية في 100%. أنا ما أدري هل المعلومة صح أو لا.
والله تعتمد. أنا المعلومة هذه تعتبر جديدة علي صراحة. أي. بس يعني لما نتكلم عن حبوب البن نفسها. أي. اللي تكون جدا جودتها ممتازة تجيك حبة بن كاملة. نعم. القهوة التجارية أحيانا تجيك يعني فيها بعض التشوهات في نفس حبة البن. هنا تكون يعني هنا تكون مو مرة يعني ممتازة بس ايه؟ لما تتكلمين عن مثلا القهوة المختصة لا تجيك مثلا إثيوبية تجي حجمها أكبر شوي من الكولومبية وتجي الحبة نفس الحبة مع بعض. نعم. اللي هو حبة البن تجي نفس الشيء بالضبط. يا سلام. فهذه حتى يعني لما ينقونها نفسه يعني الشيء اللي مو مضبوط يطلعونه وقت الحصاد وقبل التعبئة حتى. اوه ينقوا حبات البن حبة حبة؟ اي فيعني في لها طرق كثير ولها بروسس يعني طويل. شكل مختص. من ضمنها اي هي يعني وفيها قيمتها يعني هي ابدا ما تقارب السعر اللي هو ال 95%. اوه يعني سعرها تقريبا. فعشان كذا ابيك تعلمنا احنا ايش الانواع هذه ومن وين جت؟ هل كلها مكان واحد؟ هذا نوع واحد كله ممتاز. اعتقد لا اكثر لا. من هذا في كولومبي واثيوبي طبعا وفيوبي. انت لما قلتي ما جربتي انا متوقع لان احنا في الشرقيه ما جربته فقلت بجيب معي تجربونها ان شاء الله في الاستديو. جميل ان شاء الله. فعندنا احنا عندنا الاثيوبيه والكولومبيه طبعا. نعم. في مزارع متخصصه في اثيوبيا وكولومبيا. نعم. للبن. للبن المختص وطبعا احنا ما يعني في مشاريع تصل انها يعني تروح تشتري من المزرعه نفسها. بس اغلب المشاريع اللي عندنا في السعوديه يكون يعني هي سلسله اكيد سلسله من الـ من الـ من البزنسز. بعضهم يقول لك والله انا لا بتخصص اني اروح اشتري من المزرعه كميات كبيره جدا ويبيعها على ويبيعها كحبوب خضراء للمحامص. جميل. فهذول يحمصونها يبيعونها على الكوفي شوبس. تمام. احنا في السعوديه صراحه يعني سواء حنا في 7 جرام او الكافي شوبس اللي يعني اللي بالقهوه المختصه. نعم. اشتغلنا جدا بشكل كبير على الكواليتي. يعني لما خاصه وهذا شيء انا شفته صراحه لما يعني كنت شغال ولا زلت في البزنس شفت ان الشباب السعودي صدق يهتم بالكواليتي بشكل مو طبيعي. صح. حتى لو كان على صح. حساب الربح. صح. يعني حنا قاعدين نقدم شيء انا بنفسي كاني يعني انا قاعد اقول انا لو حطيت نفسي مكان الزبون هل يسوى انه يدفع هذا المبلغ هذا على هذا الشيء ولا صح. لا إيه؟ شوف انا دائما اقول اذا انت فعليا صاحب مشروع تبغى انه الزبون يرجع لك مره ثانيه عطني شيء يستحق انه انا ارجع له. اوكي انا بدفع لك اول مره بس هل انت تضمن انه انا برجع لك؟ صح. بالعكس بشوه سمعتك اكثر بقول لا تراه مو زين. والله فعليا هذا اللي قاعد يصير بس الحمد لله شبابنا ابدا. الان انت مشروعك عبد العزيز بالشرقيه صحيح؟ اي صحيح. ايش خططكم المستقبليه وين تروحون؟ الشرقيه؟ اي احنا عندنا فرع في الخبر فتحناه في 2017 اللهم لك الحمد. يعني ما توقعنا طبعا النجاح لان قبل نفتح الفرع بقول لكم يعني تجربه بسيطه صارت لنا وانا انصح فيها اي احد يعني حاب يبدا مشروع مبتدئ. كان فيه هذيك الايام كان فيه اللي هو المعارض او الايفنتات في 2016. نعم. هذه بدينا فيها قبل نفتح المحل شاركنا في تقريبا 9 ايفنتات ما شاء الله بس عشان الناس تعرف الاسم العلامه التجاريه تعرف ايش اللي احنا قاعدين نقدمه هذا كله قبل المحل. فلما فتحنا المحل اللهم لك الحمد يعني كان الاسم له صدى جدا جدا كبير والزباين يعني والكاستمرز يعني كانوا يقدرون هالشيء وحتى عاشوا معنا لما كنا في الايفنت وعاشوا معنا لما فتحنا بس المحل. بس هذا مو معناه انه انتم بتستهدفوا شريحه معينه من الاشخاص يعني كالقهوه اللي بتقدموها مثلا تلبي الذوق يعني اشخاص معينين فئه معينه ولا بتلبي جميع الاذواق؟ اي نعم برجع لسؤالك بس بكمل السؤال. تفضل. الاخت رندا على التوسع احنا ان شاء الله هذا 3 فروع في الشرقيه الان جالسين نجهز الفرع الثالث في الخبر كذلك. جميل. وعندنا فرع قبل 6 شهور فتحناه في الدمام. جميل. الخطوه الجايه ان شاء الله بنجيكم الرياض. انا احس ايوه إيه. قصرت شويه لا, لا لا ان شاء الله جايينكم الرياض وبعدها ان شاء الله بننزل الاسم كعلام كامتياز تجاري للي حاب يشاركنا. ممتاز. ويفتح في مناطق في ما نقدر احنا نوصلها في المملكه وان شاء الله خارج المملكه. الله يوفقكم يا رب. بالنسبة لسؤالك اللي هو حق الأذواق أنت تتكلمين عن شريحة العملاء صح؟ شريحة العملاء اللي قاعدين نستهدفها
وهذا شيء مهم صراحة وقت البزنس، قبل حتى الواحد يفتح لازم يستهدف شريحة عملاء معينة، لازم يحط في باله هو راح يخدم مين في البزنس حقه. يعتمد عليه أشياء كثير، يعتمد عليه حتى الديكور، حتى لدرجة حتى ملابس الموظفين تفرق. أوكي. في الشريحة اللي راح تستهدفها. فحنا لما بدينا قبل نبدأ المشروع استهدفنا شريحة معينة اللي هي مثلاً عندك من الأعمار من 20 إلى 50 هذا بالنسبة للعمر. الكاستمرز أو الزبائن اللي رايحين يسوون بيزنس ميتينجز بس ما يبون يسوونها في الشركة حقتهم أو ما يبون يسوونها في البيت، يبون مكان هادي مهيأ أنه يستقبل مثل هذه مثلاً الاجتماعات العمل. الطلاب يعني عندنا ما شاء الله محل وقت الاختبارات يمتلي كل الطلاب يذاكرون كله، لدرجة كانوا يجون يقولون يعني كملوا جميلكم وحطوا دفاتر وأقلام. فحنا هذه الأشياء كلها حاطينها في بالنا قبل حتى نبدأ. حلو جميل. يعني أنا أشوف عبد العزيز إنه أنت سويت مشروع جدا رائع، بدأتوا من الصفر ما شاء الله تبارك الله عليك، إلى الحين ما شاء الله فرعين وقاعدين يفكروا في الفرع الثالث بإذن الله لك كل التوفيق. وحلو إنه أنتوا راح تصيروا زي ماركة مسجلة والأشخاص هيبدأوا يستثمروا معاكم ويفتحوا في مناطق أخرى. أتمنى لك كل التوفيق. الله يرضى. أنا مرة شاكرة وجودك معنا اليوم. الله يرضى عليك. أنت هتعطينا القهوة ولا لا؟ أكيد. هذه إن شاء الله تجربونها عاد كل صباح ضروري توعدنا كل صباح. شكرا لك. يعطيك العافية. أوكي يعطيك ألف عافية. شكرا لك عبد العزيز، شكرا لتواجدك معنا. حاجة أخيرة حابب تقول شيء توجه شيء؟ الله يعطيكم العافية على الاستضافة صراحة. يعني برنامج سيدتي منبر كان حرصت أني أتواجد فيه علشان إن شاء الله يعني يكون انطلاقة لنا إن شاء الله في القريب، ويكون يبين قاعد نبين كيف الشباب السعودي قاعد يشتغل. طبعا يعطيك ألف عافية، شكرا مرة ثانية على وجودك معنا، وشكرا على القهوة. الله يرضى عليك. مشاهدين احنا نطلع فاصل بس أكيد مكملين.